كنا نشكروا اعضاء المجلس الجامعي الكافه ديالهم في هذا اللقاء التواصلي، وكذلك ممثلين ديال الجمعيه. بدايه يعني ما جاء به القانون 119 من القانون التنظيمي 113/14 يعني في هذا اللقاء اللي هو لقاء تشاوري تشاركي، يعني من اجل تبسيط وتشخيص يعني الوضع اللي كتمر منه الجامعه ديالنا بجامعه مخاليف، اللي جات في واحد الموقع استراتيجي، يعني جات في يعني ما بين الحدود ما بين الاقليمين، اقليم الصويره واقليم غزفي. يعني هي جامعه خاصها تعطي واحد يعني واحد الاشعاع يعني الاقليم، يعني كما كيعرف الجميع ان هذه الجامعه يعني ظلت لعقود جامعه كتفتقد لابسط يعني الشروط ديال العيش الكريم. يعني احنا يعني اي نموذج كيماوي ما يمكنش غير ينجح بوحده، يعني راه خاص ضروري يعني فعاليه المجتمع المدني، المستشارين الجماعيين، الممثلين ديالنا في البرلمان في المجالس الاقليميه والجهويه. يعني احنا لو بنحطوا واحد الخريطه ديال التنميه خاص يعني تكون مقاربه تشاركيه، يعني النقاشات تختلف. يعني راه كما كيعرف حنا المنطقه ديالنا كتعاني منذ زمان. يعني التصور ديالنا حنا انا كفاعل جمعوي وكأحد ابناء المنطقه اللي تعذب في الدراسه ديالو، اللي تعذب في الدراسه، يعني كنضرب 20 كورميت باش نمشي نقرا. يعني حنا عندنا واحد القضيه اننا جميع ابناء المنطقه حتى الان كيعانوا، لا الفتيات ولا حتى كذلك التلاميذ. يعني حنا يعني الجامعه ديالنا كتفتقد لمدرسه جامعيه، يعني المركز ما كايناش عندنا مدرسه جامعيه، يعني الجامعات يعني الدواوير الاخرى كلهم كيعانوا، كاين البعد المدرسي. يعني في الشيخ يعني ديال التعليم يعني عندنا واحد النسبه ديال الهدر المدرسي نسبه مرتفعه. يعني حنا جميع المنتخبين واللي كيمثلوا يعني المجلس الجامعي ما عمرهم طرحوا شي تساؤل علاش ولاد المنطقه ما يجيبوش نتائج ايجابيه، علاش؟ لانهم عمرهم طرحوا هذه الاشكاليه. اليوم حنا جا الوقت يعني المناسب باش نعطوا يعني واحد التصور ديالنا. يعني لو بغيتي تخلق تنميه راه اول حاجه خصك تبدا من القاعده، والقاعده هي التعليم. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.